هو الفتى الذهبي داخل قلعة ميت عقبة، وأحد أبرز المساهمين في تتويجات فريق الكرة بنادي الزمالك خلال المواسم الماضية، النجم أحمد زيزو. زيزو صاحب 27 عاماً أظهر مردوداً رائعاً خلال مشواره مع الزمالك، وأثبت جدارة كبيرة بالتواجد دائماً ضمن التشكيلة الأساسية للفريق كعنصر أساسي لا غنى عنها منذ التعاقد معه في يناير من عام 2019. يلعب زيزو أدواراً هجومية كبيرة وهائلة في تشكيلة الزمالك بسرعته في الانطلاق وعرضيته المتقنة وقدرته الكبيرة على التصويب من مسافات بعيدة بقوة ودقة، فضلاً عن تسجيل الأهداف وصناعتها وإمطار مرمى الخصوم والمنافسين. وبات زيزو تميمة انتصارات الزمالك على مدار المواسم الأخيرة بأهدافه الملعوبة ولمساته الحاسمة التي انتزع بتسجيلها آهات أنصار الكرة الجميلة من عشاق مدرسة الفن والهندسة. وحقق زيزو لقب هداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي عن جدارة، وأثبت أنه الأفضل في مصر خلال الفترة الأخيرة بمستوى فني وبدني مبهر استحق عليه الإشادة والثناء من الجميع. ساهم زيزو في 105 أهداف بقميص الزمالك خلال 187 مباراة رسمية شارك فيها ضمن تشكيلة أبناء ميت عقبة، بواقع تسجيل 56 هدفاً وصناعة 49 آخرين لزملائه. وكان لزيزو بصمة في مباريات القمة بافتتاح ثلاثية النادي الملكي في مرمى الأهلي بالقمة للقاء الدور الثاني لموسم 2019-2020، كذلك في قمة الدور الأول من الدوري في الموسم الماضي، وهدفه الشهير في نهائي كأس مصر يوليو الماضي والذي فتح الطريق لتتويج الفارس الأبيض باللقب، وغيرها من الأهداف الحاسمة في المناسبات الكبرى التي رجحت كفة أبناء ميت عقبة على مدار الموسم الجاري، ليصبح زيزو واحد من أبرز نجوم الزمالك خلال الفترة الحالية الذين كانوا بمثابة كلمة السر في الانتصارات المدوية للفارس الأبيض والفتى الذهبي داخل الصفوف البيضاء.